حب اقول له بسم الله ما شاء الله عليك يا نجم، ربنا يزيدك نجاح وزي ما حققت نجاح في جعفر العمده والاعمال اللي قبل كده، تحقق نجاح باذن الله ونجاح باكتساح في هارلي. مليون مبروك ليه، مليون مبروك للمنتج الاعمال الاستاذ سامر المحضر، لان برضو عاملين معاه برضو فيلم اسمه تجربه، فده اول حصاد ليهم، فربنا يا رب يزيدهم نجاح دايما ان شاء الله. رمضان اللي فات ده شاركت فيه بابا المجال وحضرة العمدة، يعني الحمد لله، يعني كان اي عمل اي عمل او اي ورق بيجي لي بشتغل عليه باقصى جهدي، بحيث برضو ان انت عندك شويه رساله عند الجمهور ما تحاولش توقعهم باي طريقه، وكل ما الممثل ما بينجح كل ما المسؤوليه ما بتزيد عليه، لان دايما بتسال نفسك سؤال وماذا بعد، ايه اللي هتقدمه بعد كده، لان الجمهور برضو ايه زي ما بيصعدك ممكن ينزلك، فلازم تاخد بالك من نجاحاتك وتحافظ على كل خطواتك. والله انا مخلص تصوير بابا المجال 27 رمضان، فكان يعني اللي كنت بلحق اتفرج عليه، فطبعا كنت بشوف جعفر العمده حتى وانا في اللوكيشن، بقعد اتابع برضه اشوف الدنيا واصله لحد فين. تمام، يعني كنت على قد ما بقدر اشوف ايه اللي موجود في الاعمال. ان شاء الله باذن الله بعد العيد باذن الله ان شاء الله.